شفت حفلة أصالة اللي قلبت الدنيا في مصر؟ ما شفتش؟ تعالى. القصة ابتدت لما أصالة نصري أعلنت على السوشيال ميديا 28/4 إنها هتحيي حفلة خاصة بالمتحف القومي للحضارة المصرية يوم 5/5. الناس على طول استغربت إزاي أستعين بفنانة غير مصرية في حدث حضاري كبير زي ده، وخصوصا بعد تصريح أصالة إن السعودية ليها الفضل الكامل في نجوميتها، فالناس ربطت وقالت إن ده كده يعتبر نكران لدور مصر في نجوميتك. فأصالة على طول ردت وقالت إن مصر ما زدتنيش غير شهرة ومجد، وأنا ما أضفتش غير محبة جديدة لمصر. ده حتى الناس كمان استغربت من بوستر الحفلة لما جابوا صورة أصالة وحاطين صورة نفرتيتي جنبيها، فالناس بتقول خلاص كده يعني خليتوا نفرتيتي كمان مش مصرية؟ فأصالة ردت برضو وقالت أنا ماليش دعوة، دي الشركة المنظمة هي اللي عملت البوستر ده. مين بقى الشركة المنظمة؟ دي شركة ابنها خالد الذهبي اللي على فكرة كان عنده مشاكل في مصر من سنة بسبب حيازته الممنوعات. المتحف القومي للحضارة المصرية قال لك ان الحفلة دي بقى مش معمولة عندي وانا ماليش علاقة بيها، دي هتتعمل جنبي في بحيرة القاهرة وانا ماليش علاقة اصلا، فيا ريت اللجنة المنظمة تشيل اسمنا من البوسترات بتاعت الحفلة واحنا ماليش دعوة بالعلاقة دي. تفتكر بعد كل المشاكل دي ممكن ده يأثر على الحفلة انها ما تتعملش، ولا ده في مصلحة الحفلة وخلت الناس تتكلم عنها؟